دكتور إمام غريب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. أهلا بك في مساء الخير. دكتور إمام، يعني البرتغال رئيس الاتحاد الأوروبي، كيف ترى مستقبل التعاون بين مصر والبرتغال اقتصاديا والدعم السياسي اللي ممكن البرتغال تقدمه من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لمصر؟ نعم، يعني هذه القمة التي تعقد الآن في باريس هي نستطيع أن نقول أنها قمة مصرية خالصة تبرز التقدم الذي حدث في مصر السنوات الأخيرة، وإذا كانت القمة معنية بالانتقال أو المرحلة الانتقالية بالسودان فهي بالمناسبة يعني تحتذي النموذج المصري الذي حدث في التطور الذي حدث في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بعد حكم الرئيس السيسي بداية من عام 2014 ومحاولة للمحاكاة. وبالتالي عندما نتحدث عن البرتغال كونها رئيسة للاتحاد الأوروبي، أوروبا تسعى جاهدة لأن تنهض السودان، هذا السودان الذي قيل أنه سلة غذاء العالم، وأيضا تسعى إلى نهضة ومحاولة تخفيف الأعباء عن هذه القارة السمراء التي تأثرت تأثرا كبيرا بجائحة كورونا خلال العام الماضي. وبالمناسبة هذه القمة جاءت من خلال ما عرضه تقرير للبنك الدولي مؤخرا بأن هناك انخفاضا كبيرا في أو سوف يكون هناك ديونا كبيرة على القارة الإفريقية تصل إلى قرابة 290 مليار دولار. وبالتالي جاءت هذه القمة في محاولة لإحياء الاقتصاد الإفريقي واقتصاد السودان، وتحديدا أخذ نموذج مصر لأن يستطيع أن يكون نموذجا جيدا لهذه البلدان الإفريقية والسودان على وجه الخصوص. هل يا فندم يعني هذه المحاكاة نتوقع خلالها أنه بما أن مصر عملت وكل الدول الأفريقية تحتذي هذا النموذج، يبقى إذن مش هنسقط أي ديون عن مصر أو نعطيها مزايا عينية أو اقتصادية لاستمرار مسيرة تنميتها؟ يعني أعتقد الإسقاط الديون سوف يكون للدول الأشد فقرا وليس مصر، معناه ونعني تحديدا بالسودان، وهو ما تم بالفعل أن قرابة 5 مليار. دكتور إمام، تالي القمة. لا دكتور إمام معلش، أنا وقع مني جملة طويلة، هو فرنسا أسقطت 5 مليار دولار مش كده للسودان؟ نعم بالفعل تم إسقاط قرابة 5 مليارات دولار من الديون من فرنسا للقارة الإفريقية. هناك محاولة أيضا للسودان تحديدا، هناك محاولة للضغط على أكثر البلدان يعني دعما أو لها ديونا للقارة الإفريقية، وهو المرد الاقتصادي الجديد وهو الصين، لمحاولة لتخفيف الديون عن القارة الإفريقية ودعم المشروعات والتركيز على مصر. مصر هي رأس الحربة، منذ سنوات كانت قمة إفريقية صينية وكان الحديث عن طريق الحرير الذي يعود ثانية بعد عقود من الزمن. الآن القمة تحاول أن يكون هناك تنسيق ما بين البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا والقارة من خلال التركيز على مصر، أن تكون مصر منفذا للدعم أو أن تكون وسيطا ما بين البلدان الأوروبية والإفريقية ومحاكاة للنموذج الاقتصادي. طب دكتور إمام، يعني ماذا عن المشاركة الصينية في هذه القمة إذا كنا نعول كثيرا على استجابة الصين لإسقاط جزء كبير من ديون أفريقيا زي ما حضرتك تفضلت؟ نعم كما ذكرنا هناك قوة اقتصادية واعدة الآن تسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة، هي تحديدا الصين. الاتحاد الأوروبي هم يحاولون، الصين بالمناسبة كقوة اقتصادية الآن ليست فقط قوة اقتصادية وإنما تحاول أن تكون أيضا قوة عسكرية. هناك لأول مرة يكون هناك قاعدة عسكرية للصين في جيبوتي. كما نقول أن مصر تحاول أن تقوم بأعمال كثيرة، سواء كانت أعمال مساعدات للعديد من البلدان الإفريقية أو يعني محاولة أن تقوم بنقل الخبرة المصرية التي جاءت من خلال الشركات المصرية العملاقة التي قامت بأعمال كثيرة. هناك شركات مصرية قامت بسد كبير في تنزانيا. نحاول أن نعيد الفترة الذهبية لمصر خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، إبان فترة
الرئيس جمال عبد الناصر، وهي تحاكى ثانية من خلال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بشكرك جدا دكتور إمام غريب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.